بالطبع طبعا الناس كتير مبسوطين لانه المركز هون قريب عليهم قريب على المجتمع بصفه عامه احنا سهلنا المهمه بانه وفرنا لهم باصات انه يقدروا يجوا والله لازم ياخذوا لانه هلا عن جد الامور كلياتها انه بتاهلك انه بتشوف اللي حواليك لازم تاخذ المطعم يعني تحافظ على حالك تحافظ على اولادك تحافظ على اللي حواليك فلازم لازم تاخذ المطعم هو نحن صحيح انه نحن شباب بس لازم كمان ناخذ عشان ما ننقل المرض للناس الكبار في السن فعشان نحميهم لازم ناخذ المطعم هذا At UNHCR, we've seen a lot of misinformation being spread among various communities throughout Jordan about the COVID-19 vaccine. And so that's why it's so important to have centres like these where refugees can come and talk to nurses and doctors to allay any hesitations or fears that they might have about the vaccine. أول ما فتنا على الجلسة أجى الشرطة قاعد يحكي لنا إنه ما بخوف وعادي وعشاننا وإذا مرضنا إذا مرضنا مثلاً إنه يعني ما بنفوت على الـ ICU نفسي، إذا أنا شجعت وأخذته.